Trustees, may I kindly request that you take your respective seats so that we may begin. If you could take your seats to enable us to begin the program of the day. Thank you. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, honored guests, welcome to the opening of the resumed high-level segment on the occasion of the 27th يشرفنا أن يكون بيننا صاحب السعادة شابا كوروشي رئيس دورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. يشرفني ويسعدني أن أدعو سعادته لمخاطبة الجلسة العامة. لك الكلمة سيدي. Thank you very much. شكرا جزيلا سيد الرئيس. أصحاب السعادة، سيدات والسادة. That it is an implementation COP. I'm very glad. This is the moment to bridge the gaps between pledges. هذه الفرصة من أجل سد الفجوة بين التعهدات والتنفيذ. Pledges to reduce emissions. التعهد بخفض الانبعاثات وتحسين تدابير التكيف وعلاج الخسائر والأضرار وتعهدات لزيادة التمويل. كل هذه النقاط ينبغي تنفيذها، ولكن هذا هو أول مؤتمر مهم من نوعه. هناك صلة وثيقة ما بين المياه والمناخ، وأؤكد على ذلك. شعار الدورة 77 للجمعية العامة كان حلول من خلال الاستدامة والتضامن والعلم. أنا على يقين بأن تفكيرنا ومبادراتنا وأعمالنا ينبغي أن تسترشد بأدلة علمية. منذ عدة أسابيع في نيويورك أجريت مشاورات مع الأطراف المعنية، حضرها أكثر من 200 عالم وجهات بحثية وشباب وآخرون. من بين هذه المناقشات خرجنا بقواعد جديدة للعبة، ومنها إمكانيات تغيير السياسات الحالية والتنمية المستدامة بوجه عام. بفضل العلم لدينا الآن مجموعة الأدوات من أجل تحويل التزاماتنا إلى واقع وترجمتها إلى واقع. المسار إلى هذا المؤتمر مع استعراض سانداي وكذلك قمة عام 2023 والقمة الأخرى في عام 2024. دعونا نسأل أنفسنا عندما ينتهي هذا المؤتمر، هل سيكتمل الماء في هذا الكوب أم سيظل نصف؟ سيكون نصف ممتلئ أم نصف فارغ؟ سيمتلئ عندما نوفي بالتزاماتنا، عندما نستخدم الحلول التي بين أيدينا. في هذا المؤتمر لدينا بالفعل مبادرتان مهمتان للغاية من أجل ملء هذا الكوب. مبادرة المياه والغذاء من أجل التنمية المستدامة ومبادرة أوير كذلك. سيمتلئ هذا الكأس عندما نتغلب على الحوارات الإجرائية والتركيز تماما على كيفية التصدي للتحول من أجل تحقيق مسار آمن إزاء المياه والتنمية. هذا الكأس يمتلئ. شكرا سيدي الرئيس.
Thank you, Excellency. شكرا صاحب السعادة. أطلب إلى الوفود الكريمة أن تبقى في أماكنها حتى يتمكن ضيفنا الكريم من مغادرة المنصة. زملاء الأعزاء، أستأنف الآن الاجتماع المشترك السادس لمؤتمر الأطراف 27 والسادس لاجتماع أطراف كيوتو والسادس لدورة الرابعة لمؤتمر الاجتماع أطراف باريس. أذكر الأطراف بأن الدول رؤساء الدول والحكومات أدلوا ببياناتها الوطنية خلال الجزء الأول من القسم رفيع المستوى في 7-8 من نوفمبر، والامتناع أرجو من الامتناع عن إدلاء بأي بيان وطني إضافي ووضع ذلك بدلا منه على الموقع الإلكتروني للاتفاقية. نبدأ البيانات الوطنية، ونذكر بأن الممثلين للمعنيين بالإجراءات ينبغي لهم إدارة الوقت بشكل ملائم. أوقات الحديث لمن ليسوا داخل القاعة أثناء الإدلاء ببياناتهم تؤخر بياناتهم إلى نهاية بيانات نفس الفئة. زملاء الأعزاء، دعونا نبدأ الآن. أرحب الآن بالسيد علي سلاشغة نائب رئيس جمهورية إيران الإسلامية. لك الكلمة سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب الرئيس، دبير مقام إجرائي، وزرائي عالي مقام، سيد الرئيس، المدير التنفيذي للاتفاقية الإطارية، الوزراء الأعزاء، السيدات والسادة، في المستهل أن نكتفي بذكرى 30 للاتفاقية الإطارية، وأعرب عن امتناني لمصر حكومة وشعب على استضافتهم لمؤتمر الأطراف هنا في شرم الشيخ وعلى حسن ترحابهم ووفادتهم. تغير المناخ يمثل تحديا بتبعات خطيرة على شعوب العالم أجمع، وإن المرونة تجاه البلدان النامية يمثل عنصرا أساسيا لتحقيق النجاح في التخفيف والتكيف وبناء القدرة. وفي الوقت ذاته فمن الأهمية بمكان أن نستذكر مبادئ الاتفاقية، لا سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة، وإن كانت متباينة وفقا للقدرات والمسؤوليات التاريخية للبلدان المتقدمة. جمهورية إيران الإسلامية تتفق تماما على هذا المبدأ، لكن من الواضح بأن بلدا له نفاذ محدود إزاء القدرات الدولية ينبغي أن يتحمل مسؤوليات أقل. كما ستعرفون، فوفقا لتقرير الفريق العام الأول للهيئة الحكومية الدولية المعنية المناخ بشأن حالة المناخ بما في ذلك حالة التساقط ودرجات الحرارة الذي نشر في نوفمبر 2022، فإن ظواهر الطقس المتطرف ومنها التساقط الشديد وموجات الحرارة يتوقع أن تتزايد في وسط وغرب آسيا حتى عام 2100. وفضلا على ذلك، فإن الدراسات الإقليمية تبرهن على أن ظواهر الطقس المتطرف مثل الفيضانات ونوبات الجفاف والعواصف الترابية والرملية أصبحت منتشرة وكثيرة التكرر في كثير من أصقاع العالم، مما يضع العالم أمام تهديدات خطيرة. سادات والسادة، أود أن أشدد على أن هناك حاجة لاعتماد مقاربة متوازنة. التاريخ واضح في إظهار أن مقاربات ناجحة للجميع أكثر استدامة للجميع. دعونا نراعي شواغل جميع الأطراف. اعتماد مقاربات تعاونية إزاء التكيف والتخفيف من أثار تغير المناخ ينبغي أن تكون شاملة للجميع ولا تخلف أحدا خلف الركبة. وفي هذا السياق، فإن البلدان المتقدمة التزمت باتخاذ زمام المبادرة حد من الانبعاثات وتوفير الدعم المالي ومساعدة في نقل التكنولوجيا للبلدان النامية، ولكن الأوضاع الخاصة للبلدان النامية
تطالب بتستدعي عفوا مزيدا من الاهتمام بها. من أهمية من مكان أن يعطى الدعم الملائم والمناسب التوقيت إلى البلدان النامية بناء القدرات في البلدان النامية يمكنها من مواصلة انخراطها في مواجهة تغير المناخ. سادات والسادة، أزمة الطاقة الحالية في أوروبا وفي جميع أصقاع العالم تؤكد على ضرورة وجود نظم للطاقة ذات سمات في الاستدامة البيئية. ينبغي كذلك ألا تتجاهل جوانب أخرى ومنها ميسورية التكلفة والقدرة على النفاذ إليها. نحن على قناعة من أن استراتيجية المناخ ينبغي دوما أن تكون شاملة للجميع ومتوازنة ومنصفة، المضي قدما نحو مصدر واحد للطاقة باستخدام استراتيجية من خيار واحد أو خيارين تؤدي إلى تقويض الاستدامة وتؤدي إلى الفقر، فقر الطاقة، عدم استخدام الطاقة الأحفورية بشكل تام من غير مرجح تماما في المديين، وأمر غير مرجح في المديين القصير والمتوسط. ولهذا السبب فإن الاستثمار في وتعزيز استخدام الوقود خفيف الكربون يمثل مثل نظم الغاز الطبيعي ونظم ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة يمكن أن تتطلب دور بالغ الأهمية في ضمان التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الطاقة. الإرهاب الاقتصادي يمثل ظاهرة ناشئة، واللجوء إليها كوسيلة للضغط تمثل تهديدا بازغا إزاء التنمية المستدامة. ومن بين ذلك فإن هناك تدابير منها نقل الموارد المالية والتكنولوجيا والوسائل الملائمة التي ينبغي أن تتبع كخطوات فعالة في التخفيف والتكيف. وفضل على ذلك فإن العقوبات غير القانونية والقسرية لا تزال تنتهك جدول عمل التنمية المستدامة العالمية واتفاقات في المتعددة الأطراف ولها آثار متشعبة تتجاوز الحدود الوطنية وبالتالي تؤدي كذلك إلى الاحترار العالمي. وفي مواجهة هذه الضغوط غير القانونية إيران وبفضل مثابرة علمائها تمكنت من اتخاذ خطوات مهمة من أجل تحقيق التنمية وتعميمها في مسار التنمية المستدام لدينا. أود أن أؤكد بأن جهودنا الجماعية ينبغي أن تستلزم تنمية مستدامة عملية لصالح البلدان النامية. وفي هذا الصدد فإن إيران شددت على الحاجة إلى اعتماد تعاون عملي وبناء من خلال أطر التعاون الإقليمية وفقا لاجتماع رفيع المستوى الوزاري الإقليمي الذي عقد في 12 من يوليو 2022 في طهران. وفي هذا السياق فإن جمهورية إيران الإسلامية تسجل استعدادها لمواصلة الانخراط في عملية التفاوض. نتطلع إلى تنفيذ هدفنا المشترك من أجل إنقاذ كوكبنا كوكب الأرض. شكرا جزيلا على حسن الإطلاع. Thank you, Excellency. مرحبا بمعالي السيدة فياما ناومي متافا رئيسة وزراء ساموا. لك الكلمة سيدتي. Mr. President, distinguished السيد الرئيس، السيدات والسادة، أعرب عن تهاني لكم السيد الرئيس على توليكم رئاسة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف والعمل الذي تم حتى هذه اللحظة. تأكدوا من الدعم الكامل من ساموا من أجل تنفيذ ولاية مصر كرئيس لهذا المؤتمر. سيدي الرئيس، لقد قطعت آلاف الأميال عبر القارات لآتي إلى هنا، وبعد أسبوع في هذا البلد الجميل العريق يمكن أن نسأل أنفسنا، هل نحن الآن في وضع أفضل مما كنا عليه في غلاسكو؟
هل تحلينا بالشجاعة لاتخاذ القرارات الجريئة والصعبة في الأيام الماضية القليلة من أجل الإجراءات ومن أجل اختتام إيجابي لمؤتمر الأطراف 27؟ إن التفاؤل لدينا يحدون لأن نعتقد ذلك، ولكن الواقع يقول عكس ذلك. نحتاج إلى إعادة النظر في حزمة أو ميثاق غلاسكو المناخي، حيث ندعو إلى قرارات رئاسية وتتعلق بتنفيذ كافي لهذا الميثاق. ساموا وكل الدول في المحيط الهادئ تحت رحمة التغير المناخي، وبقاؤنا في مهب الريح. إن الجهات الأساسية للانبعاثات لديها طموحات قليلة تتعلق بالإجراءات المناخية، ومع ذلك نرحب بهؤلاء الذين وضعوا جداول ملموسة وغايات أيضا، لأن تهديد سبل عيشنا وأمننا ورفاهنا واقع حقيقي. السيد الرئيس، لماذا لا نستطيع أن نطبق نفس مستوى الإلحاح الإجراءات الذي شاهدناه أثناء جائحة كوفيد-19؟ نطبق ذلك على هدف الدرجة والنصف. العلم واضح ولا يمكن نقضه. نحن متخلفون عن تحقيق أهداف اتفاق باريس، وينصب تركيزنا على الإجراءات ومزيد من الإجراءات على الأرض. الاستمرار في هذا المسار يعني تبعات خطيرة لكل البشرية. علينا أن نزيد الطموح المتعلق بالتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل المناخي، والدعم لإجراءات التكيف يكتسي الأهمية القصوى، ونشجع كل البلدان على تطوير وتعزيز المساهمات المحددة وطنيا لينعكس ذلك على النحو الواجب. قدمت ساموا مساهماتها المعززة في يوليو تموز 2021، وأطلقت خارطة طريق تولي الأولوية ل 21 استراتيجية تخفيف، وتستهدف القطاعات الهامة مثل الطاقة والسياحة والبيئة البحرية والغابات والحراجة والزراعة، من أجل التسريع بالتحول تجاه اقتصاد منخفض الكربون وصامد أو مرن، وتعزيز جهود التكيف تشمل تطوير 43 خطة إدارة مجتمعية، والتي تشكل أساساً لخطة التكيف المرتكزة مجتمعياً والتي يحركها المجتمع أيضاً، ولمعالجة آثار التغير المناخي وتخفيفها. ساموا تواصل حملتها لزراعة الأشجار التي بدأت بزراعة 3 ملايين شجرة من عام 2009 حتى عام 2020، وحاليا هناك حملة وطنية بدأت بزراعة 3 ملايين شجرة أخرى من 2022 وحتى عام 2027 من أجل تعزيز حصيلة الكربون أو تخفيض الانبعاثات الكربونية أو حجز الكربون أو امتصاصه عفوا. ونحتاج من الجميع أن يسير معنا في هذا المسار من أجل مسار مستقبلي أفضل لهذا الكوكب. زيادة التمويل للتخفيف والتكيف يجب أن يكفل تنفيذ هدف الدرجة والنصف. الخسائر والأضرار يجب أن تبقى مطروحة بينما نواصل رؤية تكرار لحدة الآثار المناخية والظواهر المناخية في كل مكان. وحاليا العبء المالي للخسائر والأضرار يقع تقريبا بالكامل على البلدان المتضررة، وليست البلدان المسؤولة أكثر من غيرها عن التغير المناخي. الترتيبات من أجل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار يجب أن يكون أولوية للجميع.
كما أن نحتاج إلى مزيد من التمويل، وما وعدنا به 100 مليار دولار من أجل إجراءات مناخية لا يمكن أن يهمش بعد ذلك، لأن هذا المبلغ غير كافي لتصدي التحديات الماثلة. ترحب ساموا بالالتزامات المعلنة من العديد من الدول المتقدمة لزيادة التمويل المناخي وتولي زمام الأمور في ميدان التمويل المناخي العام، ولكن في هذا الوقت لإضفاء الطابع الملموس على الوعود وتنفيذ الالتزامات التي قطعت أمر ضروري، وإلا سنترك بوعود خاوية. وعلينا أيضا أن نسير في ميدان التمويل المناخي الموعود، وإن كنا نبتغي تحقيق ذلك يجب أن نبقى نتحلى بالجدية والالتزام. إن استخدام الفحم ومحطات توليد الطاقة بالفحم يجب أن تتوقف، كما أن دعومات الوقود الأحفوري يجب أن تخلص منها بشكل تدريجي صوب جهود التكيف والتخفيف. لم يفت الأول لجعل مؤتمر الأطراف 27 مؤتمر الأطراف المعني بالتكيف والخسائر والأضرار. شكر السيد الرئيس. ننوه مع التقدير أو مع القلق إلى زيادة ووتيرة الكوارث الطبيعية التي لا تزال تعصف بعدد من البلدان مثل باكستان وغيرها، وهذه التهديدات البيئية سوف تزيد الطين بلة إلا إذا التزمنا بإجراءات مناخية فعالة وملموسة. الإجراءات والاستجابات في الماضي كانت مجتزئة، وسرعة العمل ينقصها الإلحاح أو حس الاستعجال. لنغتنم هذه اللحظة لندلل على إنسانيتنا المشتركة وفهمنا المشترك للتحديات التي علينا أن نواجهها وأن نتحرك على هذا الأساس. لا يمكن أن نقبل بمزيد من تقهقر أو تضاؤل الثقة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. سيدي الرئيس، نحن منزعجون من الأزمة التي تواجه المحيط أو المحيطات. إن صحة المحيطات على المحك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتحمض والتلوث البحري وتدهور الأنظمة البيئية وتسارع خسارة التنوع الإحيائي. الجهود الدولية، هناك حاجة لجهود دولية من أجل عكس هذا الاتجاه وتحسين وضع المحيطات والأنظمة البيئية. هناك وشائج لا تنفصل بين المحيطات وبين حياة الناس. إنه بيتنا وهو ركيزة ثقافتنا وتقاليدنا، لأنه يوفر لنا طائفة واسعة من الخدمات البيئية، وكذلك يعزز الأمن الغذائي والتغذية والوظائف اللائقة وسبل العيش، ويحمي التنوع البيولوجي، ويوفر وسائل النقل البحري، ويشكل أيضا جزءا هاما من الإرث المشترك والإرث الطبيعي. ونحن كدول في المحيطات نؤيد تماما وضع استدامة المحيطات في صميم الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، وأن نكفل تمويلا ملتزما للإجراءات المتعلقة بالمحيطات. علينا أن نتحد من أجل تلوث البحري والقضاء عليه، بما في ذلك المواد البلاستيكية وبقع الزيت والتخلص من النفايات والملوثات النووية. التلوث البلاستيكي ذو خطر كبير، وحجم الأزمة كبير حتى أننا نحتاج إلى تقليل وإعادة صياغة وإيجاد طلب يتعلق بمحتوى التدوير وبنى تحتية أساسية من أجل جمع هذه المواد. وأن دول المحيط الجزرية تسهم بأقل من 1.3% من التلوث البلاستيكي في المحيطات، ومع ذلك فإنها الأكثر تضرراً من آثار هذا التلوث.
التقييم الثاني العالمي المعني بالمحيطات أشار إلى نوعية المواد البلاستيكية الطافية على في المحيط الهادئ في القسم الجنوبي. سيدي الرئيس، ونحن كقارة زرقاء في المحيط الهادئ، جزرنا أو دولنا الجزرية ملتزمة بالتسريع في سياسات حظر المواد البلاستيكية أو الأكياس البلاستيكية، ونرحب هنا بالقرار قرار تطوير سق ملزم قانونا يتعلق بالتلوث البلاستيكي بما في ذلك البيئة البحرية، والبناء على الدروس المستفادة من عملية التنوع البيولوجي خارج الولايات القضائية. ونحن في كصناعة عالمية، وعفوا صناعة الشحن كصناعة عالمية، مسؤول عن 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة. وبينما تحقق تقدم في إدارة البيئة بنجاعة، لكن المقاربات الاستباقية لها دور هام من أجل كفالة الممارسات المستدامة. ومن ثم فإن القرار المناهض للتلوث الذي يتسبب فيه الشحن والذي ترعاه جزر مارشال يجب أن يدعم من الدول. وترحب ساموا بدعوة لحماية 30% من محيطات العالم بحلول عام 2030، ونشيد أيضا بحملة الزعماء الزرق 30-30. ونعتقد أن هذه الغايات طموحة ولكنها قابلة للتنفيذ إن دعمت بالتمويل وبالبنى التحتية وبالابتكار. سيدي الرئيس، ارتفاع مناسيب البحار يدعو للقلق الشديد والفوري، وسوف يؤثر على الأمن الغذائي والتغذية بما في ذلك ما نستغله في المناطق البحرية. ترحب ساموا باستمرار العمل داخل أونكلوس، اتفاقية أعالي البحار، قانون أعالي البحار عفوا، وتدعو إلى إبرام أو اختتام المفاوضات بشأن سق ملزم قانونا يتعلق بالحفاظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي البحري والمناطق خارج الولاية القضائية. وزيادة تحمض المحيطات يدمر بالفعل الأنظمة البيئية المتعلقة بالشعاب المرجانية والتي قد لا تستعاد أبدا، والإضرار بالشعاب يؤثر على الأسماك وأيضا يؤثر على صيد الأسماك، وهذا أمر نعتمد عليه. وهذا يذكرنا بشدة بآثار التغير المناخي وتأثيرها على البيئة وعلى حياتنا اليومية. إن نزوح السكان وخسارة السيادة هي تبعات للتغير المناخي وارتفاع منسوب البحر، وعلينا أن نخطط الآن لما هو حتمي الحدوث. سيدي الرئيس، ما الذي يتعين علينا فعله بشكل ملح؟ بالنسبة لمحيطاتنا، علينا أن نعزز حوكمة المحيطات والحفاظ على المناطق البحرية ونحمي المناطق خارج الولاية القضائية أو التنوع البيولوجي خارج الولايات القضائية، وكذلك القضاء على التلوث. ومن بين طائفة الإجراءات ذات الأولوية بناء الصمود ومكافحة التدهور البيئي والتكيف مع التغير المناخي ومعالجة مخاطر الخسارة والضرر ودعم الإدارة المستدامة للموارد البحرية. علينا أن ندفع باتجاه الحصول على التكنولوجيات الملائمة والتمويل من أجل تمكين البلدان النامية من تحقيق الصافي الصفري للانبعاثات قبل حلول عام 2050. سيدي الرئيس، حدودنا أغلقت منذ بدء الجائحة، وفي كل البلدان الجزرية الصغيرة تم إلى الأولوية لسلامة وصحة الشعب أو الشعوب مقارنة بالاعتبارات الاقتصادية. كانت القرارات صعبة، ولكن الكثير منا استطاع أن يحجم
أو يكبح جماح كوفيد 19، وندعو الشركاء الإنمائيين إلى التعاون معنا من أجل تحديد أفضل استراتيجية للتعافي تلائم أوجه الضعف والفرص الاقتصادية لدينا. الدول النامية الجزرية الصغيرة لا يمكن ببساطة أن تدعم أهداف التنمية المستدامة وفي الوقت ذاته تمول الاحتياجات الأساسية بذاتها. إن أنظمة التعاون الإنمائي يجب أن تكون أكثر استجابة للواقع المتغير والحالات الطارئة الإنمائية التي نواجهها كل يوم. وكما قال الأمين العام، ما من بلد عليها أن تختار بين إعادة بناء اقتصادها وسداد الديون أو خدمة الديون. السيد الرئيس، البلدان الجزرية النامية الصغيرة تواجه تحديات إنمائية معقدة تضاف إلى الضعف البنيوي المنبثق من بعد أسواقنا وصغرها والتعرض للأزمات المناخية. معظم بلداننا غير مؤهلة للتمويل الميسور إذا حددت بأنها أصبحت بلدان مرتفعة أو متوسطة الدخل. وجائحة كوفيد 19 فقامت أو جعلت أوجه الضعف البنيوية تستفحل، وبالتالي فإن الدعوة للتصديق على مؤشر ضعف متعدد الأبعاد سيسمح بإدراج أكثر من المعايير المرتكزة على الدخل من أجل تقييم الأهلية للحصول على التمويل الميسور، وهذا سيدعم البلدان الجزرية النامية الصغيرة لمعالجة أزمة الديون والتغلب على الصدمات الاقتصادية وكذلك الحفاظ على التقدم الذي أحرز في خطة 2030 واتفاق باريس ومسار ساموا. سيد الرئيس، تناشد ساموا كل الشركاء أن يخطوا معنا لتحقيق التنفيذ الناجع والمواتي للأهداف المنشودة. السادة الزعماء، في الأيام المقبلة في هذا المؤتمر والذي يقارب على النهاية، علينا أن ندلل على زعاماتنا وتضامننا لاتخاذ إجراءات ملحة لمعالجة المسائل غير المحسومة المعروضة علينا، لنجعل مؤتمر الأطراف 27 نقطة تحول في جهودنا حتى نجعل الخطاب مجرد تاريخ وأن نحققه كواقع ملموس. الالتزام بالإجراءات الملموسة الآن والطموحات الكبيرة يمكن أن تنقذ كوكبنا لأجيال المستقبل. يمكن أن نتلافى كارثة مناخية في حياة أطفالنا. أشكركم. I thank Her Excellency. أشكر سعادة معالي الوزيرة. أرجو أن أذكر بضرورة الالتزام بثلاث دقائق خلال هذا الجزء رفيع المستوى، والبيانات ستحمل كلها على الموقع الإلكتروني. يشرفني الآن أن أرحب بسعادة السيد ماريانا جوريسكا نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة، وسعادة الجمهورية التشيكية، وسعادة سيد فرانس تيمرمانز. أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن الشكر للرئاسة المصرية وسعادة سيد سامح. شكري على استضافة هذا المؤتمر. بعد اعتماد كل القواعد الخاصة بتنفيذ اتفاق باريس، من المهم أننا الآن نوجه الجهود
نحو تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في المؤتمرات السابقة، ولا سيما في مؤتمر غلاسكو في العام الماضي. إن آخر تقارير للفريق الحكومي الدولي الخاص بتغير المناخ تبين بوضوح تدهور آثار تغير المناخ. بصرف النظر عن بلداننا ومناطقنا، فإننا نواجه هذه التحديات في حياتنا اليومية. الإشارات تدل على إلحاحية الوضع. علينا أن نعمل الآن. اتخذنا جمعيا العديد من التدابير ولكنها غير كافية. يجب أن نواصل العمل وأن نسرع الجهود الدولية لمواجهة الآثار الوخيمة لتغير المناخ والتكيف معها. الجمهورية التشيكية كطرف في الاتحاد الأوروبي تدرك تحدي الأزمة الراهنة للطاقة، ولكن لا يمكن أن تكون عذراً لتجاهل أزمة المناخ. نحن ملتزمون بزيادة طموحنا وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 5% بحلول 2030، وأن نصل إلى الحياد المناخي بحلول 2050. فعلينا أن نغير طريقة إنتاج الطاقة وأن نراعي الجوانب الاجتماعية والثقافية مع استخدام التكنولوجيات الجديدة. في الاتحاد الأوروبي نعمل على تعزيز التزاماتنا بموجب اتفاق باريس، ومؤخرا توصلنا إلى اتفاق هام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تشريعات ثلاثة تضع أهداف جديدة لتخفيض الانبعاثات في مجالات مثل البناء والطرق والنفايات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات. أيها السيدات والسادة أصحاب السعادة، إن المفاوضات على مستوى الخبراء في الأسبوع الماضي بيّنت أهمية العمل بين الشركاء. نحن الوزراء علينا أن نعمل ونبني على عمل الخبراء وأن نجدد نجاحنا في غلاسكو. هذه الطريقة الوحيدة لإبقاء أهداف باريس حية وحقيقية. شكراً على حسن إصغائكم. شكراً لك معالي الوزير جوريتسكا. أيها الزملاء الأعزاء، أيها الأصدقاء، الاتحاد الأوروبي هنا لنمضي قدماً لا أن نتراجع. غلاسكو وضعنا أسس راسخة. هنا في شرم الشيخ نريد أن نحدد المسار إلى الأمام. في غلاسكو كلنا عمل على إبقاء 1.5 حياً. الآن يجب أن ننفذ هذه الخطط وأن نساعد بعضنا البعض على ذلك. هذا المؤتمر هو مؤتمر التنفيذ. في الاتحاد الأوروبي نفعل ذلك بالفعل خطوة خطوة. صفقة الخضراء الأوروبية بدأ تنفيذها، والتزمنا بتخفيض انبعاثاتنا بنسبة 55% بحلول 2030. في الأسبوعين الماضيين اتفقنا على ثلاث تشريعات محلية لكي ننفذ ذلك، واتفقنا على خفض الانبعاثات وتعزيز بواليع الكربون وتخفيض التدريجي للسيارات التي تؤدي إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. نحن على المسار الصحيح. يسرني اليوم أن أعلن أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لاستكمال المساهمات المحددة وطنيا لعكس هذا الطموح. لا تدعوا أحد يقول أن الاتحاد الأوروبي يتراجع. أن غزو روسيا لأوكرانيا يقتل الصفقة الخضراء
أو أننا نتوجه نحو الغاز. لا، أوروبا على المسار الصحيح، وحرب روسيا ضد أوكرانيا ستنتهي. أوكرانيا ستنهض وستزدهر. صفقة الخضراء ستكلل بالنجاح. أزمة المناخ تدمر كوكبنا يومياً. علينا أن نزيد من العمل، أن نسرع العمل في مجال التكيف للاتحاد الأوروبي على استعداد، ونحن على استعداد للتصدي للخسائر والأضرار. فالعديد من الدول لا يمكنها تحمل الأزمة وحدها. علينا أن نسد الثغرة الخاصة بالتمويل المناخي. الأطراف التي لم تنفذ العهود يجب أن تقوم بذلك وأن تتحمل مسؤولياتها. علينا أن نعمل مع المصارف الدولية. الاتحاد الأوروبي ملتزم باتخاذ تدابير ملموسة للتصدي للخسائر والأضرار، ولكن يجب أن نثق ببعضنا البعض وأن نبدأ بعملية مصممة جيداً لكي نحقق أفضل النتائج. التصدي لتغير المناخ سيحتاج للعديد من الحلول المتعددة والمكيفة والاحتياجات الخاصة بالدول. لا يوجد حل ينطبق على الجميع. علينا أن نعترف بذلك وأن ننطلق نحو الأمام دون أن نرد على كل الأسئلة في اللحظة هذه. فلنبني عملية في شرم الشيخ تقودنا إلى الأمام. شكرا. أشكر أصحاب السعادة، ويشرفني الآن أن أرحب ب معالي السيد أرل ليون ندويو وزير البيئة بالسنغال نيابة عن أقل البلدان نموا. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la COP27. شكرا سيد الرئيس، سيدي الأمين العام، سيدي المدير التنفيذي للاتفاقية، أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة. بادئ ذي بدء أتقدم بكل الشكر للشعب وحكومة مصر على حسن تنظيم هذا المؤتمر، كما أشكر الأمانة التنفيذية للاتفاقية على الترتيبات المتخذة لتسهيل أعمالنا قبل 7 سنوات. اتفاق باريس اعتمد بأمل أن يكون العمل المناخي على مستوى الهدف المحدد، أي أن نبقي على درجة حرارة الأرض أقل من درجة ارتفاع بأقل من درجتين أو درجة ونصف خلال هذا القرن. ولكن ما نراه هو أن التنفيذ للمساهمات المحددة سنويا يقربنا من الدرجتين بل أكثر. في مواجهة هذا الواقع، أقل البلدان نموا وهي أكثر عرضة لآثار تغير المناخ، تعرب عن شواغل وجودية. كل يوم نبتعد عن هدف الدرجة والنصف، وقد يصبح الهدف بعيد المنال مع ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة بالمعدل الراهن. علينا واجب أخلاقي أن نطمئن الملايين من الناس. وعلينا أن ننتقل بسرعة نحو التحول العادل الذي يكفل بقاء النظم الإحيائية الطبيعية وفئات السكان الهشة. التحدي صعب ولكن ليس بالمستحيل. علينا أن نتحمل الواجب إنقاذ الأجيال المقبلة. الأحداث المناخية القصوى التي نراها تعرض مئات الملايين من الناس لحالة من انعدام الأمن الغذائي، بل حتى
ضرورة الهجرة للهرب من الجوع. هنا في شرم الشيخ يجب أن ننشئ صندوقا للخسائر والأضرار، وأن ننفذ آلية سانتياغو وآلية وارسو بشأن الخسائر والأضرار. أقل البلدان نموا بحاجة لهذا التمويل لتحقيق الحياد الكربونية، ولذلك نحتاج لتمويل إضافي، بل يجب أن نضاعف تعهدات غلاسكو 40 مليار دولار قبل 2025 من الأهداف الضرورية. أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، بعد 3 عقود من إبرام الاتفاقية شهدنا خيبة أمل. تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة لم يحقق النتائج المرجوة، كما نعرب عن خيبة الأمل إزاء الأموال المتعهد بها وغير المقدمة حتى الآن، وهي 100 مليار دولار سنويا. ولدينا أهداف جديدة خاصة بالتكيف وجدوى العمل واضح. آن الأوان لترجمة الوعود إلى أعمال، وأن ننفذ اتفاق باريس. نحتاج زخم جديد ينجب عن هذا المؤتمر ليسمح لنا بالمحافظة على كوكبنا. شكرا. شكرا صاحب السعادة. يشرفني الآن ويسعدني أن أرحب بصاحب السعادة تنزيلة كمالوفنا ناربيفا، رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان. لك الكلمة سيدتي. سيد الرئيس، رؤوس الوفود المقرون، السادات والسادة، أعرب عن خالص تحياتي لكل المشاركين في هذه القمة، وأعرب عن امتناني لمنظمي هذا المؤتمر، لا سيما رئيس مؤتمر الأطراف 27 صاحب السعادة السيد سامح شكري وزير خارجية مصر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش على دعوتنا للمشاركة في هذا المؤتمر المهم. نعرب عن خالص تقديرنا لجهود ومبادرات الأسرة الدولية لمكافحة مشكلة تغير المناخ. نحن على قناعة من أنه من خلال تضافر الجهود يمكننا أن نعالج هذا التحدي غير المسبوق في عصرنا. آثار تغير المناخ تختبرها بشدة منطقتنا، حيث ترتفع درجات الحرارة، ترتفع ضعفي درجة الحرارة العالمية، كما نشهد ظواهر طقس متطرف ونقص في مصادر المياه وملوحة التربة، بالإضافة إلى تكرر نوبات الجفاف. منطقتنا كذلك عليها أن تواجه الآثار السلبية لتبخر المياه، وهذه كارثة طبيعية على مستوى عالمي. هذا يؤدي إلى عرقلة التقدم الاقتصادي، إذ نسعى كذلك إلى محاولة خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية عن طريق إدماج مبادئ الاقتصاد الأخضر في عملياتنا الإصلاحية. وفضلاً على ذلك نسعى إلى تحقيق التنمية الخفيضة الكربون في جميع القطاعات الاقتصادية واستحداث
تكنولوجيات نظيفة بيئيا وإيكولوجيا. أوزبكستان تؤكد التزامها بالحد من انبعاثاتها الدفيئة للفرد بنسبة 35% بحلول عام 2030 في إطار اتفاق باريس، وذلك لتحقيق الأهداف الواردة فيه. وبمبادرة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، بدأنا برنامجا واسع النطاق للاعتماد على مصادر متجددة بحلول عام 2026، وكذلك زدنا من طاقة الطاقة المتجددة بملايين الأطنان. بحلول عام 2030 كفاءة الطاقة ستزيد ضعفين، ونصيب الطاقة المتجددة سيكون 25% على الأقل، كما اعتبرنا مشروعا وطنيا بعنوان الفضاء الأخضر الذي يسعى إلى زراعة 2 مليون شجرة وشجيرة سنويا لزيادة المسطح الأخضر في بلدنا بحيث يزيد من 8% إلى 30%. وكذلك الكفاءة في استخدام المياه من خلال إجراء إصلاحات باستخدام تكنولوجيات للحفاظ على المياه. أوزبكستان تتخذ خطوات إيجابية من أجل حل المشكلات البيئية. على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 1.7 وحدة شجرية زرعت في قاع نهر الأورال، وكذلك زادت رقعة الأراضي المزروعة بنسبة 2.5 هكتار، أي ما يمثل من 80% من مساحة الأرض. وفضلاً على ذلك فإن الابتكار والتكنولوجيا بدأنا في الاعتماد عليها من أجل تحقيق الأمن البشري، وذلك من خلال صندوق مخصص في منطقتنا. نحن مستعدون للتعاون الإيجابي مع الأسرة الدولية، وذلك لضمان تحقيق التنمية الآمنة والمستدامة وبناء مستقبل مناخي آمن. وفضلا على ذلك أنشأنا مجلسا مناخيا لتعزيز فعالية التقدم في مجال التكيف مع تغير المناخ والتصدي لتدهور الأراضي، وكذلك استحداث تكنولوجيات ملائمة بيئيا. شكرا جزيلا. أشكر صاحبة السعادة. أرحب الآن بصاحب السعادة السيد فردات سيلبا أرشا، وزير الموارد الطبيعية والبيئة في تايلاند. لك الكلمة سيدي. Mr. President, Excellencies. صاحب السعادة، السادات والسادة، مندوبون الكرام، صباح الخير لكم جميعا. بداية اسمحوا لي بأن أبدأ بتهنئة حكومة مصر التي تتولى مسؤولية رئاسة مؤتمر الأطراف 27، ونعرب عن خالص تقديرنا لاستضافتها لهذه المدينة الجميلة، مدينة شرم الشيخ. تايلاند تؤمن تماما بأن إذ يجتمع العالم اليوم في مصر يمكن أن نحقق النجاح في هذا المؤتمر الحالي. منذ عام 2006 حولنا وترجمنا الكلمات في تايلاند إلى حقائق، وكذلك حققنا أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2060، ونهدف كذلك إلى الحد من انبعاثاتنا بمقدار 40% بحلول 2030، وذلك بدعم دولي بطبيعة الحال. نحن في مكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ مثل بقية العالم. فلسفة المناخ لملكنا
الراحل كانت تسعى إلى تعزيز مجتمع صامد إزاء تغير المناخ، وفضلا على ذلك فإن تايلاند تسعى إلى تعزيز نموذج الاقتصادي المناخي الأخضر، ومن ثم فنحن على نحن نرغب في أن تكون نحقق نتائج من أجل حفز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي وإدارة النفايات والحفاظ على البيئة. سيد الرئيس، ما من أحد بمنأى عن كوارث المناخ، واستجابة لذلك قمنا بتسريع إجراءاتنا التخفيفية في جميع القطاع، ونسعى إلى تحقيق مركبات قليلة الانبعاثات بحلول عام 2030 بنسبة 25%، وكذلك دعم تسليع التكنولوجيات الملائمة مناخيا قبل عام 2040، كما نوفر بدائل في قطاعات الأسمنت والتبريد، بالإضافة إلى توفير تقنيات ملائمة مناخيا في سياقات أخرى، ونسعى إلى تعزيز بلوعات الكربون بحلول عام 2027. بالإضافة إلى ذلك نحن أحد أول البلدان التي حققت المادة رقم 6.2 في إطار اتفاق باريس. نحن هنا من أجل تحقيق من أجل العمل، نحتاج العمل ونحتاج أن نقوم به هنا، ونأمل من أن البشرية أن تفعل ذلك من أجل تشكيل مستقبلنا. أنا على ثقة من أننا بالعمل سويا سنتمكن من مكافحة هذا العدو المشترك الذي خلقناه نحن. السيدات والسادة، علينا أن نجعل المستحيل ممكنا. شكرا. I thank your excellency. أشكركم صاحب العالي، وأرحب الآن بسيدة بولكان بوراشيد وزيرة الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. لكم الكلمة صاحبة السعادة. Mr. President. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، في المستهل ونيابة عن وفد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، أود أن أعرب عن تقديرنا العميق لحكومة جمهورية مصر العربية على رئاستها المحنكة وعلى امتيازها في استضافة هذه النسخة من المؤتمر، هذه النسخة المجدية. السيد الرئيس، بعد أن أدركنا أهمية مكافحة التغير المناخي، حكومة لاو عملت بشكل عازم مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية وكل الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الشباب، لتطوير سياسات تغير مناخي مستنيرة، بما في ذلك استراتيجية التغير المناخي الوطنية المحدثة من صوب عام 2030، وحدثنا أيضا المساهمات المحددة الوطنية 2021-2025، وأدرجنا التكيف والتخفيف أو تدابير التكيف والتخفيف في استراتيجياتنا التمويلية بالنسبة للخطة الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية رقم 9-2021-2025، ونعمل الآن على تخفيض أو امتصاص الكربون عن طريق الغابات والطاقات النظيفة والصناعات الخضراء والتنقل الإلكتروني والاقتصاد الدائري وأدوات التمويل الكربونية إلى غير ذلك. وكل هذه الاستراتيجيات والإجراءات يمكن أن تساعدنا في تحقيق مسار التخفيف الانبعاثات الغازات الدفيئة من النمو الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحقيق الصافي الصفري بحلول عام 2050. وهناك حاجة ملحة إلى موارد مالية كافية للوصول إلى التمويل المناخي والموارد الأخرى لتمويل وتوفير الدعم للبلدان أقل البلدان نمواً والبلدان غير الساحلية، ولتحقيق أهداف التنمية والالتزامات التي قطعت في اتفاق باريس. وفي هذا الصدد فإننا ندعو
إلى تجديد الإرادة السياسية بالإضافة إلى النتائج الملموسة والتدابير التي اتخذت من المجتمع الدولي أثناء مؤتمر الأطراف 27 للحفاظ على هذا الكوكب لأجيال المستقبل. سيدي الرئيس، اسمحوا لي في الختام أن أؤكد التزامنا الراسخ باتفاق باريس وخطة 2030 للتنمية المستدامة لمكافحة التغير المناخي، ونغتنم هذه المناسبة لنعرب عن عرفاننا العميق وتقديرنا للمجتمع الدولي على مواصلة دعمه وتقديم المساعدة لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ولجهودنا من أجل التكيف والتخفيف من أثار التغير المناخي. شكرا جزيلا. I thank Her Excellency and أشكر صاحبة المعالي، وسعيد أن أرحب الآن بالسيدة جوزيفين نابون كوزموس نغويا، وزيرة شؤون البيئة والغابات أو الحراجة في جنوب السودان. تفضلي سيدتي. Mr. President. سيد الرئيس، معالي الوزراء، سادة رؤساء الوفود، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، طاب صباحكم. وفي المستهل أود أن أغتنم هذه المناسبة لأنقل لكم تحيات وأطيب تماني رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير ماياردت، والذي لم يستطع حضور مؤتمر الأطراف بسبب أمور ملحة في بلدنا. وأود أيضا أن أغتنم هذه المناسبة لأسدي الشكر لشعب مصر وحكومتها على كرم الضيافة الذي حظينا به. سيد الرئيس، على الرغم من وجود الانبعاثات، فإن الأزمة المناخية تزداد سوءا أو تستفحل في جنوب السودان. 8 من بين 10 ولايات في جنوب السودان تعاني من الفيضانات، و2 مليون شخص نازح داخليا وخسروا سبل عيشهم. وبالإضافة إلى الفيضانات، موجات الجفاف وزيادة درجات الحرارة وموجات الحرارة وأمطار أنماط المطر غير المستقرة تؤثر على سبل العيش لشعبنا. وأكثر من 60% من سكاننا الآن مصنفون كأنهم على أنهم غير آمنين غذائيا، ونحتاج إلى تدخلات منقذة الحياة من أجل أن جوانب النزوح واللاجئين بسبب المناخ سيصبح هو الأمر العادي. ولمعالجة أثار التغير المناخي والتدهور البيئي وخسارة التنوع الإحيائي والتلوث، جنوب السودان بالإضافة إلى طموحها أو سهاماتها المحددة وطنيا الطموحة وخطة التكيف الوطنية الأولى وكذلك استراتيجية التنوع الإحيائي الوطنية وخطة العمل ذات الصلة تطور الآن حلول مرتكزة على الطبيعة لمعالجة تكرر الجفاف والفيضانات وتدهور التربة وخسارة الغابات وإخفاق المحاصيل وخسارة التنوع الإحيائي. إن بيئتنا تتطلب أن نغير اتجاهاتنا وأن نشرع في حلول مرتكزة على الطبيعة تتسم بالطموح عن طريق حماية واستدامة وإدارة الأنظمة البيئية المتدهورة، وهي مصدر غذائنا ومائنا وطاقتنا وثروتنا وسبل عيشنا، ونحن أكثر المتضررين من التغير المناخي. ومن ثم جنوب السودان تؤكد على أهمية التكيف وتحقيق توازن بين التكيف والتخفيف. ومن ثم 50% من الأموال التي عبئت مخصصة لمشاريع التكيف. وبالنسبة لتمويل المناخي، نعتقد أن 100 مليار دولار التي قطعت أو وضعت لم تعد كافية، وهذا المبلغ يجب أن يزداد. ومن ثم نناشد البلدان المتقدمة أن تفي بتعهداتها وأن توفر الأموال الضرورية من أجل مشاريع التكيف. بالنسبة
لفجوة الانبعاثات من الواضح الآن أننا متقهقرون الآن في الحد من الاحترار بأقل من درجة ونصف مئوية، ومن ثم نهيب بكل الأطراف التي لم تقدم مساهمات محددة وطنية أن تسرع إلى ذلك حتى تخفض الدول المتقدمة انبعاثاتها ونحافظ على معدل الزيادة بدرجة ونصف. ومن ثم بالنسبة للخسائر والأضرار نود أن نرى المسائل غير المحسومة المتعلقة بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار أمرا نصمم عليه في هذا المؤتمر. وأود أن أؤكد هنا على الإرادة السياسية والالتزام من جهة جنوب السودان من أجل تنفيذ النتائج المتعلقة بمؤتمر الأطراف 27. شكرا. I thank Her Excellency. أشكر معاليها وأرحب الآن بمعالي السيدة جويل كلارك وزيرة التنمية المستدامة والبيئة والعمل المناخي من سانت كيتس ونيفيس. لك الكلمة. أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، يشرفني أن أنضم لكم اليوم في هذا الحدث الهام، أهم مسرح عالمي للعمل في مجال المناخ. سانت كيتس ونيفيس ترفع صوت أقل البلدان النامية الجزرية الصغيرة لتعرب عن محنتها ولدعم مسارات العمل الأساسية. نحن هنا ومعنا أدلة مناخية، العلوم تمكننا من اتخاذ الأعمال اللازمة. هناك دول لا تتمتع بالموارد المالية والقدرات البشرية لتستجيب أو حتى لتدرك تماماً الآثار المدمرة لتغير المناخ. سيد الرئيس، لا توجد منطقة في العالم على منأى من تجارب الآثار المناخية، ولكن نعرف أنها مدمرة. وجودنا مهدد في بلادي. التغير المناخي يؤثر على الأسر، على المزارعين. أحياناً أم تعيل أسرتها وحدها، سائق سيارة، الناس البسيطة تعاني من خسائر في دخلها، من مشاكل صحية، من اختلال في الأسر. إن هشاشة دولنا الصغيرة تتضح أكثر فأكثر مع آثار تغير المناخ. الخسائر والأضرار أمر صادم. كيف نتخذ إجراءات دون التصدي للعدالة المناخية؟ وعلينا أن نبدأ بالاعتراف بالاختلافات الكبيرة في القدرات المالية والضريبية للاستجابة للأحداث المناخية، وأيضا مشاكل التصنيف كدول متوسطة الدخل. في سانت كيتس ونيفيس بدأنا رحلة من الفرص الخضراء، نرمي لكي تصبح دولة جزرية مستدامة. نركز على الطاقة الحرارية، ومن خلال صداقتنا مع الصين وتايوان قدم دعم لجهودنا الخاصة بالطاقة المتجددة.
كوب 27 يجب أن يكون مؤتمر العمل والتنفيذ وفقاً للشعار معاً لأغراض التنفيذ. نوصي بأن تصبح جمهورية الصين تايوان مراقبة. علينا أن نعمل معنا وأن نغني معا أغنية واحدة تساعدنا على تحقيق العدالة المناخية. شكرا. I thank Her Excellency and would like now to welcome Her Excellency Mrs. Issa Sharon. الآن أود أن أرحب بمعالي السيدة إيسا شارون نيوا وزيرة الموارد الطبيعية من نيوا. سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، أيها الدول النامية الجزرية الصغيرة الشقيقة ولا سيما أسرة نيو في المحيط الهادئ، أقف أمامكم اليوم لأكرر ما قيل في آخر أيام وخلال السنوات الماضية، وأكرر ما قاله أسلافنا، والطلب العمل يزداد إلحاحية. هذا المؤتمر هو مؤتمر التنفيذ، فلنحقق الهدف، فلنحول الأصوات لأعمال. علينا أن نتمكن من الوصول في الوقت المناسب للتمويل المناخي وأن ننفذ الالتزامات. هذا ما نسعى لتحقيقه، ونتطلع لكم أنتم شركائنا، فلنقدم الأموال التي وعدنا بها لكي نتصدى للخسائر والأضرار، ولنتمكن من تنفيذ الأنشطة المبرمجة. نيو فعلت كل ما يمكنها للوصول للتمويل المناخي لمساعدتنا على التكيف والتخفيف. التفاوت كبير في الوصول للتمويل المناخي، هذا وضع لا يمكن القبول به للبلدان الجزرية، فوجودها تحت المحكة، ونستمر في اتخاذ الخطوات الجريئة، وهذا لأن الوقت يفوتنا. لقد وضعنا حلول ابتكارية لنجمع الأموال اللازمة لأغراض التكيف والتخفيف باستخدام المحيط الأزرق وعن طريق التزاماتنا، وهذا مشروع اسمه Ocean Conservation Credit. الهدف هو مساعدتنا على اتخاذ إجراءات خاصة بالتخفيف والتكيف. الهدف هو جمع 32 مليون دولار على الأقل، وأن نتيح 1.5 مليون سنويا للعشرين سنة المقبلة. 32 مليون يستند إلى التكاليف المتراكمة لأغراض الحماية والإبقاء على المنطقة البحرية المحمية في موانو ماهو. علينا أن نتذكر آثار العنف المنزلي على البنات والنساء، وهي من الجماعات المهمشة. بالإضافة إلى ذلك تعاني من آثار تغير المناخ بشكل غير تناسبي.
أحث الجميع على إدراج النساء والأطفال والشباب وذوي الإعاقة في كل القرارات المتخذة. اعتمدنا استراتيجية لعام 2050 للمحيط الهادئ القارة الزرقاء، وهذا لكي نراعي احتياجات أحفادنا. علينا أن نحول الكلام إلى إجراءات. هذا يبدأ معنا نحن هنا كقادة. شكراً. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure. شكرا سيدتي، يشرفني ويسعدني أن أرحب بصاحب السعادة السيد هابت وزير التنمية المستدامة وتغير المناخ وإدارة المخاطر والكوارث في بليز. لك الكلمة سيدي. سيد الرئيس، أصحاب السعادة، اسمحوا لي أن أحيل تحيات سيد جون بريسانيو وحكومة بليز وشعبها، وكذلك تمني احترام وفد بلادي لحكومة مصر على حسن الوفادار. وصلت إلى شرم الشيخ بقلب مثقل بعد أن شاهدت الدمار الذي تسببت فيه عاصفة ليسا في بليز، والتي دمرت عاصمتنا القديمة. التقييمات الأولى تشير إلى تقديرات $100 مليون من الأضرار الاجتماعية والمادية، ودمار نحو 500 منزل. 5000 شخص كانوا في مراكز إيواء، وكان ينبغي إيواؤهم وتغذيتهم. وللبدء في التصدي لهذه، هناك حاجة ملحة لتوفير $11 مليون أمريكي للإغاثة الإنسانية الآنية. الخسائر الناجمة عن هذه الظاهرة الوحيدة تقدر ب 10% تقريبا من ميزانيتنا الوطنية، بما يمثل آثارا متكررة، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها. سيد الرئيس، هذا المؤتمر يمثل مؤتمر تنفيذ، نحتاج إلى العمل. ولكن أين هذه الإجراءات؟ أين هو العمل؟ كم من المؤتمرات الأطراف ينبغي أن نناقش فيها إجراءات المناخ العاجلة؟ وكم نحتاج إضافيا من أجل التصدي لها؟ كم عدد الأرواح التي ينبغي أن تزهق من أجل حل الأزمة الأكبر التي تواجهها الحضارة؟ وضمن على ذلك نضم صوتنا إلى البلدان التي أعربت عن خالص تعاطفها مع شعب كوبا وبورتوريكو وكندا ونيكاراغوا والسلفادور والولايات المتحدة الأمريكية، التي شهدت دمارا بسبب مرور أعاصير جوليا وإيان وفيونا عليها، والتي وصفت بأنها الأعاصير الأطلنطية الأقصى في التاريخ الحديث. إن البلدان النامية الجزرية الصغيرة مثل بليز لا تزال تتعرض للآثار الخطيرة من تغير المناخ في جميع قطاعاتها. تلك البلدان لا تزال تواجه صدمات اقتصادية واجتماعية وصحية وطبيعية تخرج عن قدرتنا المحلية على السيطرة عليها. إن الهشاشة المتنامية لبلداننا تأتي كأثر مباشر للمناطق الحساسة مناخيا والمعرضة بشكل خاص لأثار مدمرة لتغير المناخ، والتي تكلف نحو $12.6 مليار سنويا. الخسائر الناجمة عن الأخطار الطبيعية تتجاوز ما متوسط $36 مليون في بليز سنويا. وفي مواجهة هذه التحديات، نواصل تنفيذ الإجراءات المستهدفة لتخفيف آثار تغير المناخ على شعبنا. بليز حدثت مساهماتها المحددة وطنيا، والتي تظهر 5% زيادة في التزاماتنا العامة. الاتفاقية الإطارية وتقاريرها التوليفية المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنية تشير إلى أن التعهدات المجمعة ل 193 طرفا في اتفاق باريس ينبغي أن تضع العالم على مسار تحقيق 2.5
درجة مئوية من الاحترار بنهاية هذا القرن، وهذا السيناريو سيؤدي حتما إلى الابتعاد عن هدف 1.5 مئوية، بما يؤدي إلى آثار لا رجعة فيها على بلدان الجزيرة الساحلية الصغيرة. نحتاج إلى التزامات قوية وإجراءات قوية من مجموعة العشرين والملوثين الكبار. نحتاج إلى الحفاظ على 1.5 هدفا حيا. سيد الرئيس، إن إجراءات عاجلة ينبغي تنفيذها للحد من الانبعاثات على القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الطاقة والنقل والغابات والنفايات والزراعة. نواصل في بليز وضع الأولوية، إعطاء الأولوية للغابات الحرجة كموارد في سياساتنا الفعالة واستراتيجياتنا. وإذ نسعى إلى البناء على جهودنا الحالية، فإن المقاربات قائمة على السوق ينبغي أن تكون أن تزداد أهميتها من أجل تحقيق خفض أكبر في الانبعاثات التي التزمنا بها في مساهماتنا المحددة وطنيا. وكذلك ينبغي أن نجعل من هذه الإجراءات أن نعطيها الأهمية العاجلة. في كلمته الأخيرة، السيد بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن العدالة المناخية، وأكد على أن ما من أحد ينبغي أن يتخلف عن الرقبة. نحن مستعدون، ينبغي للدول على الدول المتقدمة أن تشاطر خبراتها ونقل تكنولوجياتها مع جميع بلدان العالم. ومن ثم فنحن ندعم تايوان وندعو إلى مشاركة عملية ومهنية وبناء من تايوان في الاتفاقية الإطارية. سيد الرئيس، شاهدنا تقدما بطيئا خلال السنوات الماضية، ولكن كوب 27 يمثل فرصة لنا لتحقيق ما نسعى إلى تحقيقه، وإلا سنفشل. العمل المناخي وتوفير الدعم ينبغي أن يكون أولوية قصوى لنا. العالم يعتمد علينا وينبغي ألا نخيب من أمله. تأكدوا من دعم بليز لمؤتمر تغير المناخ وإنجاحه هنا في مصر. وكما قال الرئيس بايدن، دعونا نكتب قصة أفضل للعالم. وأنا أقول بأن ينبغي أن نترك العالم أفضل لأجيالنا المستقبلية. شكرا. شكرا صاحب السعادة. يسعدني الآن أن أرحب بصاحبة السعادة السيدة ساواريس توتير، وزيرة الزراعة والغذاء والمصائد السمكية في أيسلندا. لك الكلمة سيدتي. سيد الرئيس، السيدات والسادة، الأصدقاء والأعزاء، العلم واضح. التقارير الحديثة ومنها منشورات من الهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ وبرنامج البيئة، كلها تشير إلى أدلة علمية متماثلة عن تغير المناخ. نشهد بالفعل ظواهر طقس متطرف صادمة في جميع أنحاء العالم، كما نرى نقصا في المياه على نطاق واسع، وكذلك تضاءل مساحة الجبال الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر في العالم ناجم عن الصفائح الجليدية، ذوبان الصفائح الجليدية وحرائق غابات وفيضانات وانهيالات أرضية. علينا أن نعمل الآن وبشكل سريع، وإلا ستزداد هذه الكوارث. غدا أيسلندا وتشيلي ستطلقان مبادرة بعنوان طموح بشأن ذوبان الجليد، حيث أكد أكثر من 16 بلدا عن عزمه للانضمام إلى هذه المبادرة. هذه المبادرة تهدف بوضوح إلى حماية المناطق المتجمدة على كوكب الأرض من خلال اتخاذ إجراءات مناخية صارمة. المسألة لا تتعلق بالجبال أو البلدان القطبية وحدها، بل إن الجميع ينبغي أن يعطي الأولوية إلى الحد من الانبعاثات، فهذا أمر عاجل. وفي إطار هذا المسار المهم، حكومة أيسلندا قررت بألا تصدر أي رخص من أجل استكشاف النفط أو استخراج النفط في المناطق الاقتصادية الخالصة في أيسلندا. الحكومة كذلك سوف تعرض على البرلمان حظر أي استخراج للنفط في المناطق الاقتصادية الخالصة في أيسلندا. سادة والسادة،
العلم يخبرنا بأن التغيرات ستزداد فداحة إن لم نتمكن من الحفاظ على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية. هذا الوضع وحده ينبغي أن يلهمنا من أجل يدفعنا من أجل الحد من الانبعاثات. وضعنا هدفا وطنيا مستقلا طموحا يتمثل في 55% لخفض الانبعاثات، والتي تمثل أيسلندا مسؤولية مباشرة عنها، التي ستسأل عنها أيسلندا مسؤولية مباشرة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2005. كما نشارك في الوصول بهدف الحد الخفضي المتمثل ب 55% في الانبعاثات مع النرويج والاتحاد الأوروبي. أيسلندا تؤكد على ضرورة الحفاظ على هدف 1.5 مئويا حيا، وأن نمضي قدما وإلا نمضي قدما في الاتجاه الخاطئ، إذ ينبغي لنا أن نخفض من انبعاثاتنا من أجل مقاومة تغير المناخ. علينا كذلك أن نتكيف مع التغيرات الناجمة وفي المستقبل. إن التكيف يمثل قضية مهمة بشكل متزايد لأيسلندا على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فقد قامت أيسلندا بتقديم مساهمات لتمويل المناخ العالمي مع التركيز على مسألة التكيف، ولسوف نواصل القيام بذلك. ومن بين التهديدات الكبرى لأيسلندا الناجمة عن تغير المناخ يأتي تحمض المحيطات وذوبان الجليد على في الجبال الجليدية وفي القشرة الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات في أنماط التساقط. من بين هذه الآثار ينبغي كذلك أن نعتمد على المعلومات المتاحة في مواجهة هذه الظواهر مع إشراك الأطراف المعنية والمجتمعات المحلية بشكل واسع. النظم الغذائية تأتي مثالا للآثار العابرة للحدود التي بالنسبة للبلدان التي تعتمد على منتجات من أجزاء متعددة من العالم، وأيسلندا مثال على ذلك. سادات والسادة، في ضوء ما تقدم، مكاننا اليوم هو مكان تحقيق التغيير. دعونا نكون ذكرى لتحمل المسؤولية، دعونا نتحمل مسؤوليتنا بجسارة ونكون حافزا للتغيير. شكرا. Thank you, Your Excellency. شكرا صاحبة السعادة. ويسرني الآن أن أرحب بمعالي السيد محمد حسن عبد الله وزير البيئة في نيجيريا. صاحب السعادة لكم الكلمة. Thank you, Mr. President. أشكرك سيد الرئيس. وقد أدلي بهذا البيان نيابة عن الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ورئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للمنطقة الإفريقية الخضراء. السيد الرئيس، نيابة عن وفد نيجيريا، أهنئكم على انتخابكم رئيسا للنسخة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية معنية بتغير المناخ، ونؤكد لكم دعم نيجيريا الكامل في مداولاتكم. مؤتمر الأطراف 26 قلنا فيه أنه بالنسبة لنيجيريا أن التغير المناخي لا يتعلق بحنة الغد وإنما ما يقع اليوم. اليوم نيجيريا تكابد الآثار المدمرة للفيضانات الكبيرة التي أضرت ب 3.2 مليون شخص، وخسرنا أرواح 600 شخص، و 100 ألف شخص نزحوا، وأكثر من 300 هكتار من المزارع قد تدمرت. نيجيريا وكذلك باقي دول إفريقيا في جنوب الصحراء وجنوب القارة يعيشون انعدام الأمن الغذائي بسبب الفيضانات. والكلفة الاقتصادية الخسائر والأضرار لإفريقيا تقدر بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي، باستثناء الخسائر
أو فضلا على الخسائر غير الاقتصادية، والدول المتقدمة لا يجب أن تتجاهل متطلبات الدول النامية لإنشاء مرفق تمويل الخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية على التعافي من الآثار السلبية التغير المناخي، لا سيما الفيضانات والتصحر وازدياد منسوب المياه. وفي غلاسكو أعلن التزام نيجيريا بالصافي الصفري في حلول عام 2060 وعلى أساس خطة تحول في الطاقة، وهذه الخطة الأولى من نوعها في أفريقيا تبرز حجم الموارد المطلوبة لتحقيق التنمية والطموحات المناخية بحلول عام 2060. ومع ذلك هناك حاجة لتمويل عام من أجل تمويل التحول في الطاقة والإجراءات المناخية، ونحتاج إلى ذلك. وتستفحل أو يستفحل الوضع بسبب أزمة الديون التي تؤثر على البلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل، حيث أننا اتخذنا خطوات جريئة من أجل تمويل مناخي أو أدوات للتمويل المناخي مثل الدين، مقايضة الدين بالإجراءات المناخية، وكذلك دعوة إلى تطوير مبادرة السوق الكربونية في أفريقيا. وقد أحرزنا تقدما كبيرا في إيجاد الحوافز والسياسات الممكنة من أجل النهوض بالمشروعات ذات الأولوية، في ذلك الطاقة الشمسية المتجددة ومحطات الطاقة الأخرى، وعززنا أيضا مشاريع الطاقة المتجددة ووقف حرق الغاز. سيدي الرئيس، وكوننا أكبر اقتصاد في أفريقيا، وإذ نتعاطى مع الدول السبع من أجل إدراج نيجيريا في شراكة المناخ لمجموعة السبع، أفريقيا وباقي أفريقيا تدعو لإطار فعال ومستدام لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتحول في الطاقة، بما في ذلك فقر الطاقة وخسائر الوظائف إلى غير ذلك. وأفريقيا تسهم بحوالي 3% من الانبعاثات العالمية فحسب، ولكنها متروكة وحدها لتتكيف مع الآثار السلبية أو المدمرة التغير المناخي. ونيجيريا قادت مبادرات تهدف إلى تعافي الأراضي المتدهورة في منطقة الصحراء والساحل، وهناك أيضا حاجة إلى تسريع برامج التكيف من أجل البلدان النامية. أشكركم السيد الرئيس. Thank you, Your Excellency. شكرا صاحب السعادة. ويسرني الآن أن أرحب بمعالي السيدة مونتويا وزيرة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا. صاحبة السعادة، لك الكلمة. Buenos días, señor presidente. طاب صباحكم السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السادة الوزراء. هذا المؤتمر ينعقد في أفريقيا، وهي من بين القارات الأكثر تنوعاً إحيائياً، وكذلك في ظروفنا وسياق دولي معقد. حان الوقت لاعتماد قرارات وإجراءات من أجل وقف التغير المناخي، وقد نفذ الوقت. علينا أن نتسق مع التاريخ ولا ننسى جذور هذه المشكلة، والتي تكمن في الأنظمة الرأسمالية المسؤولة عن أنماط استهلاكية. ما يحدث الآن له أثر على المثل العالمية، وتؤثر على الإنسانية وحول العالم. ونتيجة للأحداث المناخية الحادة يموت الناس، والمدن والثقافات والتقاليد تدمر، والذكرى التاريخية تتلاشى، وكذلك أمن الغذاء يتأثر، وهذا يضر بسلامة الناس ذهنياً.
نحن قد نتأثر بالأعاصير وغير ذلك، وأوجه الضعف هذه تتفاقم بسبب الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلدنا، والذي رفض أكثر من 30 مرة من المجتمع الدولي، ومع ذلك لم يتزحزح، وكوبا تواصل حرز تقدم في على صعيد النتائج وتنفيذ خطتنا الوطنية لمكافحة التغير المناخي والمعروفة باسم لايف ستايلز. ومن بين أهدافها إيجاد أهداف أساسية للمناخ، وكذلك هدف الاتحاد من أجل مكافحة التغير المناخي ودعم الإجراءات الإقليمية. هناك القضاء على الفقر، وكذلك وندين لأجيال المستقبل بالالتزام والتحرك وتحقيق إدارة ومثل مناخية في كنف التضامن. والتضامن يعني الوقف عن التحرك بشكل انفرادي على الصعيد الاقتصادي، ويعني أيضا عدم خسارة سبل العيش وتغيير نمط الاستهلاك ومساعدة الأكثر ضعفا. والعدالة المالية تعني توفير أموال جديدة للتعويض عن الخسائر والأضرار، وتنفيذ تدابير التكيف التي نحتاجها، وتبسيط الإجراءات والاتفاق على أهداف تمويلية جديدة. وأشير هنا إلى ما قاله زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو في عام 92، واقتبس ذلك لأنه يبقى وثيقة الصلة. إن الكائنات تتعرض لخطر الانقراض، علينا أن نعيد التوزيع على نحو أفضل، ونوفر التكنولوجيا للجميع، وألا يكون هناك نهب للموارد، وهذا يعني فقر أقل. وإدراكا لهذه الغاية يجب القضاء على الهيمنة، وذلك لا مسؤولية. واليوم سنكون متأخرين لنقوم بما كان يتعين علينا القيام به في الماضي. نهاية الاقتباس، أشكركم شكرا جزيلا. Thank you, Your Excellency. شكرا صاحبة السعادة. يسعدني الآن أن أرحب بمعالي السيد مراد كرم، وزير البيئة والحضرنة والتغير المناخي في تركيا. صاحب السعادة، لكم الكلمة. سايم باشكان، سايم باكانلار، سعادة الرئيس، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أود أن أحييكم جميعا. أرجو أن القرارات التي ستتخذ في هذا المؤتمر ستفيد مستقبل كوكبنا والبشر. سبب تجمعنا اليوم هو مكافحة تغير المناخ والإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية حياً. تنفيذ اتفاق باريس ليس بخيار وإنما إلزام. في هذا السياق على الجميع أن يحقق التحول الأخضر في بلداننا عن طريق وضع سياسات فعالة تماشياً ورؤية قرن تركيا المعلن عنها من قبل فخامة الرئيس. ونحن نحتفل بالذكرى السنوية 100 لجمهوريتنا. بدأنا عهداً جديداً من مكافحة تغير المناخ.